أخبار سهيل بالمختصر، مرحبا بكم. في مؤتمر صحفي، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تعلن في تقرير لها أن المنظمات الأممية والدولية لم تقم بواجبها الإنساني تجاه أبناء مديرية العبدية المحاصرين والنازحين الجدد من مديريات جنوب مأرب. وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن رفض المنظمات الأممية والدولية للنداءات والاستغاثات الإنسانية يعد دليلا على تواطؤها وتساهلها مع الميليشيا الحوثية. وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك يؤكد أن ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى في مديرية العبدية. وبحث وزير الخارجية مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرونبرغ الوضع الإنساني المأساوي في مديرية العبدية التي يتعرض سكانها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل ميليشيا إيران الحوثية. الناطق الإقليمي للخارجية الأمريكية ويربرغ يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم العقوبات ضد قيادات الحوثي إذا لزم الأمر، معربا عن إدانة واشنطن لهجمات ميليشيا الحوثي على العبدية. اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي في عدن يقر حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية والسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، وإيقاف تراخيص شركات الصرافة التي لم تلتزم بقانون وتعليمات البنك المركزي. الكاتب مطيع الرحمن يعلن صدور الجزء الرابع من سلسلة كتاب أعلام وشهداء اليمن، وشمل هذا الكتاب حياة وسير بعض الشهداء والوقوف على جوانب حياتهم ونضالهم، حيث سرد سير 100 شهيد من أبطال الجمهورية الذين استشهدوا وهم يقاتلون ميليشيا الإمام الحوثي الإيرانية في سبيل استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. المخترع اليمني البروفيسور مجيب الرحمن الحروش يتأهل إلى التصفيات النهائية في أكبر مسابقة علمية في العالم العربي نجوم العلوم بجهاز كيدني كير الذي يمنح مرضى الكلى مراقبة حالتهم الصحية. ودعا ناشطون وأكاديميون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع البروفيسور الحروش وتكثيف التصويت له للفوز بلقب مخترع العرب. نهاية المختصر، في أمان الله.